يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، سمعت بعض الناس ينصح بالاستلقاء في القبر لأن فيه استعاضا وتذكيرا بأمور الآخرة، فهل هذا مشروع؟ كان يفعله بعض السلف لكن لا دليل على هذا، لا دليل. يكفي القرآن يا أخي، يكفي مواعظ القرآن، يكفي الموت، استعاذ بالموت، يكفي النظر إلى القبور والموتى المدفونين، المواعظ كثيرة والحمد لله، ولا حاجة إلى أنك تدخل في القبر وتضطجع فيه. نعم.